أحد علماء العامة جاء ليلتقي بالعلامة الحلي ليبحث معه في أمر الإمامة. العلامة الحلي قال لولده فخر المحققين: روح عند مثلا بوابة البلد أو مثلا كذا لاستقباله. فخر المحققين إجا ابن العلامة واستقبله وأخذ يأتيان لعله إلى الحلة مثلا أو منطقة أخرى. فقال له فخر المحققين: هذا الحديث هل هو صحيح في نظركم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ قال: نعم صحيح هذا الحديث. قال: فأسألك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في هذه المدة من كان إمام فاطمة؟ منو كان إمامها؟ أخذ الرجل يفكر شنو يقول. يقول: ما كان عندها إمام، يعني والعياذ بالله والعياذ بالله، لم يكن لها إمام. ما يمكن. التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كيف لا تعرف إمام زمانها؟ إذا إمام زمانها فلان، شلون هذا الإمام الذي لم تعترف به ولم تكلمه وهجرته وما رضيت حتى أن يشترك في تشييعها، أو يقول إن إمامها كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ فغير طريقه وعاد من حيث أتى. انتهى البحث. يعني عندما تصل القضية إلى الصديقة الكبرى تنتهي القضية، ماكو جواب. Thank you.